مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، يتجدد اللقاء مع تجدد هذه الاشواط التي تجدد روح القوة والنشاط. الله الله، شوطنا العاشر، شوطنا العاشر. ولكن التمحت شعار، دائما اشجع هذا الشعار، انا دائما اشجع في المقدمة: يا ابو عالية، يا راعي محبة، يا راعي محبة لعلي بن محمود بن محمد بن حبيب. الرضا على مقدمة الشوط، من يقدم لنا محبة ويحب المعركة ويحب الناموس ويحب المركز الأول، هو سيد الآن المركز الثاني. المركز الثاني أقول هني اللي هي أرباح وسلطان بن أحمد بن ثاني الفلاسي، والمركز المركز الثالث سرابة سالم بن متعب على المركز الثالث، والمركز الرابع قمرية محمد بن أحمد بن حمدان بن دلموش على رابع المراكز، والمركز الخامس مياسة. يلا يا النسيب، يلا يا حميد، يلا يا حميد، لا تتأخر، لا تتأخر، لا تنسحب، أسرع أسرع. إذا تبى الناموس، الناموس حاير طاير بين الأربعة، بين الأربعة اللي في المقدمة، النجوم اللي يتصارعون على مقدمة الشوط بقيادة أرباح سلطان بن أحمد بن ثاني الفلاسي. أرباح ما شاء الله، ما 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 تستسلم، ما تستسلم، عندها الزود، عندها الزود، ولكن عصاها في البطان. حرك 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 قمرية محمد بن أحمد بن دلمود، يحرك قمرية، وتتحرك أيضا سرابة سالم بن متعب، يحرك يحرك يحرك، وحميد بن هاشم بالمركز الرابع. التغييرات بدأت عند الميتين متر الأخيرة، غيرت قمرية، غيرت قمرية بشعار بن دلموت، بشعار بن دلموت، وأشوف المناوشات والصراع أيضا والهجوم مرة ثانية. أرباح أرباح سلطان بن أحمد بن ثاني الفلاسي، وعندنا أيضا سرابة سالم بن متعب. الناموس وين؟ الناموس طارت بقمرية، الناموس طارت بقمرية. سلام 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 يا بن دلموت، سلام سلام يا راعي قمرية الثاني. فهناك أرباح سلطان بن أحمد بن ثاني الفلاسي، والمركز الثالث سرابة سالم بن متعب. دقيقتين وكم؟ 21 ثانية. دقيقتين وواحد وعشرين ثانية. دقيقتين وواحد وعشرين ثانية. وين حمد بالحب؟ مختفي عن الأنظار. عسلمانة خير إن شاء الله، ما لا مشاركة ولا موجود. بعد لو مو موجود بنقول ساير الطي، يشارك في الطي ولا في سيف العرب ولا في بيات